السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من جي تي اي 5. قبل ما نبدا الفيديو حاب اشكر الناس اللي بتدعمني بلايك وبتكتب لي كومنتات جميله بالشكل ده. مود الشرطه من اكتر المودات فيها مشاكل وكراشات، ورغم كده فان متعه تجربه المود ده بتغطي تماما عن الكراشات والمشاكل دي، عشان كده من الصعب انك تركب مودات غير الاضافات الخاصه بمود الشرطه تجنبا للمشاكل. عشان كده بدات من فتره اجرب مودات جرافيك كتير جدا تحسن من تجربه اللعبه بشكل عام، لان جرافيك اللعبه الاصلي صراحه مش احسن حاجه. انا كلاعب جي تي اي من رأيي ان جرافيك ريدوكس هو اكتر جرافيك واقعي في اللعبة، ولكنه مش اكتر جرافيك متكامل بسبب انه مود قوي، وده هيسبب كراشات اكتر في مود الشرطة، وده اللي خلاني اروح لجرافيك الكوانتم في مع الفيجوال اي في. الاثنين مع بعض بيعملوا جرافيك كويس مع ثبوت فريمات. هنشوف مود الجرافيك مع بعض مع جيم بلاي في مود الشرطة، بعد كده هنشوف طريقة التركيب. ومشاهدة ممتعة. We've got an officer requiring prisoner transport assistance in Chamberlain Hill. All units, we have an officer requiring assistance in Ron Alternate Windblom. Respond code 3. Copy dispatch, Adam 4 en route. Victor 13, currently heading to the location. اول حاجه لو انت مثبت معايا مود الشرطه فاكيد انت مثبت السكريبت هوك في والسكريبت هوك في دوت نت، فاحنا كل اللي هنعمله ان احنا هنثبت مود الجرافيك على طول بشكل مباشر. لو انت مش عندك مود الشرطه وحابب مود الجرافيك ده يكون عندك، كل اللي عليك انك هتثبت سكريبت هوك في وسكريبت هوك في دوت نت من فيديو تثبيت الملفات الاساسيه الموجود على القناه، وبعد كده ترجع الفيديو تكمل معانا شرح المود ده. اول حاجه هتعملها انت هتروح على برنامج اوبن اي في، طبعا لو مش عندك انا ركبته في فيديو الملفات الاساسيه برضو. بعد كده هنروح على جي تي اي من اختيار ويندوز، تفتح معاك ملفات اللعبه بالشكل ده، بس الاهم انها تكون فاتحه على مود الشرطه، ما تكونش فاتحه مثلا على نسخه تانية او النسخه اللي انت بتلعب عليها مودات الحياه الواقعيه. هتعرف ازاي ان النسخه مفتوحه على مود الشرطه؟ هتلاقي عندك هنا مثلا ال اس بي دي اف ار والبلجنز وبعض الحاجات برضو اللي هتعرفك ان دي النسخه بتاعت مود الشرطه. طب لو انت مثلا عايز تغير المسار بتاع برنامج اوبن اي في علشان مثلا تخليه يفتح على مود الشرطه، هتدوس هنا على اوبن اي في من فوق، بعد كده اوبن اي في اوبشنز، بعد كده تختار من فوق هنا جيم، بعد كده تشينج دايركتوري، وهتختار المسار بتاع اللعبه بتاعتك اللي عليها مود الشرطه، بعد كده تراستر برنامج اوبن اي في هيفتح معاك على مود الشرطه. اول حاجه هنعملها هو هندوس على ايديت مود هنا بالشكل ده وندوس على اس. بعد كده هنروح على الكوانتم في اول حاجه، بعد كده هنروح على انستول او اي في،
هيجي لنا الملف بالشكل ده، هتروح على برنامج اوبن اي في تتاكد اهم حاجه انك مفعل الايديت مود. بعد كده هتسحب الملف كده بالشكل ده في مكان فاضي هنا مش على الفولدرات، وبعد كده هتدوس هنا على انستول، مش هياخد وقت خالص، بس المهم انك تختار مودز فولدر علشان لو حصل اي مشكله تقدر تمسح ملف المودز بكل سهوله علشان المود يتمسح. ولكن انا مجرب المود ده عندي وعلى ملف المودز واشتغل تمام بدون اي مشاكل زي ما انت شفت من شوية. بعد كده تدوس على انستول او كونفيرم انستليشن، تسبب بالشكل ده هو ما اخدش اصلا 30 ثانية على بعض. بعد كده هتدوس على كلوز، بعد كده نروح عندنا على الفيجوال اي في. طبعا الكوانتم في ده كان مجرد تغييرات بسيطة كده في اللعبة، ولكن الفيجوال في بيخلي شكل البيوت والمباني واقعية في اللعبة. هتروح برضو على الانستليشن في اي اي، بعد كده برضو هنروح على الملف اللي هو بامتداده او في اي، برضو هنروح على برنامج اوبن اي في وتفعل برضو الايديت مود. هو طبعا كفاية انك تفعله مرة واحدة، ولكن انا بنبه عليك علشان لو حصل معاك اي مشكلة وتكون مثلا بسبب الايديت مود فانا بفكرك بس. فهتسحب الملف كده على برنامج اوبن اي في، وهتيجي هنا برضو انستول مودز فولدر، نفس الموضوع كونفيرم انستليشن. بس كده خلاص انت ثبتت المود، مفيش اي حاجه صعبه ولا معقده. طبعا لو انت عايز تثبت عندك الريشاد ده اختيار يرجع لك انت، ولكن انا من رايي الشخصي ان الريشاد ده كل الفلاتر اللي فيه فيك. طيب في حاجه هنا مهمه جدا لازم انبه عليها برضو، انك تروح عندك على ملفات اللعبه. طبعا الجرافيك الكوانتم في له اعدادات معينه بتعدل على الجرافيك، وبرده في شويه حاجات منيو كده زي بتاعه مود المنيو العادي. فكل المشكله ان المنيو بتاعه الكوانتم في بتفتح من زرار F5، ودي طبعا مشكله لان قريب ان شاء الله هننزل اضافات لمود الشرطه كتير جدا، وبرده من ضمن الاضافات دي اضافة بتفتح من F5 فهتعمل معانا مشكلة. فكل اللي هنعمله هتنزل تحت كده لحد ما تلاقي عندك الكوانتم في دوت اي ان اي، هتفتحها بالشكل ده كده تمام. هتلاقي عندك هنا منيو بتساوي 116 اللي هي F5 اللي هو الموب بيفتح من زرار F5. طيب احنا بقى هنغيره من F5 دي خالص. كل اللي عليك انك هتروح على جوجل بالشكل ده وتكتب هنا في السيرش كي كود وتبحث عنه كده بالشكل ده، هتختار اي موقع من دول عادي، بس المهم تلاقي اللي احنا هندور عليه دلوقتي. ولكن انا بفضل اللي هو الموقع ده اللي هو جيت هوب، ده يعتبر انسب حاجة. هتدوس عليه بالشكل ده كده، بيقول لك اضغط على الزرار اللي انت عايز رقمه يطلع لك. مثلا انا عايز اخلي المود بتاع الكوانتم في ده يفتح مثلا من زرار اللي سلاش مثلا، فهدوس عندي على زرار سلاش ظهر لي 111، يعني الرقم بتاع السلاش 111. فكل اللي هتعمله هتروح عندك على النوتة اللي احنا فتحناها بتاعت الكوانتم في، وتغير ال 116 ل 111، وبس كده خلاص بقت المنيو بتاعت الكوانتم في بقت بتفتح من زرار سلاش. انت طبعا ممكن تخليها اي زرار انت محتاجه، بس خلي بالك ما تخليش الزرار ده يتضارب مع اي زرار تاني، انت تأكد ان الزرار ده بعيد جدا عن فتح اي حاجة في اللعبة. هتدوس هنا على فايل، بعد كده سيف. بس كده خلاص المنيو بتاعت الكوانتم في بقى بيفتح من زرار سلاش مش من F5 علشان ما يعملش معانا مشاكل. وبس كده شباب يكون انتهى فيديو النهاردة، بتمنى انه يعجبكم، وما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك، واستنونا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم.